السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه هنا مشاهدينا الكرام أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم سنتحدث عن محاولات البرلمان في العراق لإقرار قانون الجرائم المعلوماتية. هذا حديث الآن يدور في الأوساط الشعبية العراقية، وهناك خوف من شريحة من العراقيين والعراقيون بشكل عام من موضوع تكميم الأفواه والعقوبات القاسية التي تحاول فرضها حكومة مصطفى الكاظمي أو غيرها من الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال على العراقيين إذا تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة لم تعجب أو لن تعجب هؤلاء. لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤكد أن قانون الجرائم الإلكترونية في العراق المثير للجدل جاهز للتصويت في البرلمان. عضو اللجنة قاطع الركابي قال إن اللجنة سترفع القانون إلى البرلمان بعد قراءته لطرحه إلى التصويت خلال أسبوع أو أسبوعين. طبعا منظمة Human Rights Watch كانت قد خرجت بتقرير طويل يتحدث فيه عن مخاطر هذا القانون وأقراره في العراق. قالت بأن قانون الجرائم المعلوماتية العراقي قانون سيء الصياغة، وهناك عقوبات غاشمة تخرق الحق في إجراءات التقاضي السليمة وتنتهك حرية التعبير. طبعا هناك مواد سنتحدث بها إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لكن نقول أيضا بأن منظمة العفو الدولية أيضا خرجت ببيان في السابق تحدثت عن هذا الموضوع، تقرير أيضا على لسان الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية رازا صالحي، قالت في حديث مقتضب: إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم المعلوماتية فسيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق. وأضافت أن صياغة القانون الفضفاض تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد، حيث أن المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة. تسعى حكومة أو يسعى البرلمان في العراق إلى إقرار أو التصويت على هذا القانون وإقراره، وهذا قانون طبعا سيتيح للحكومة التصرف كما تشاء، إلقاء القبض على من تريد من المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي، إيقاع عقوبات قاسية جدا تصل إلى مؤبد في بعض القضايا، وغرامات مالية شديدة وكبيرة جدا على من يخرجون بمنشورات قد لا تتماشى مع هذا القانون تتعارض، وبالتالي يحق للسلطة أن تفعل ما تريد. وهناك بنود في هذا القانون مطاطة، بمعنى أنها تتيح للحكومة التصرف كما تريد، واعتبار أن هذا الشخص الناشر أنه قد أساء بشكل أو بآخر أو قد خالف هذا القانون، فيحق لها أن تتعامل معه بالأسلوب القاسي، وبالتالي هي طريقة لتكميم الأفواه وقمع الحريات. طيب السؤال: لماذا تسعى حكومة أو الحكومات في العراق، ليست فقط حكومة مصطفى الكاظمي، هذا القانون قديم، لماذا تسعى هذه الحكومات إلى تكميم أفواه العراقيين، ولماذا تسعى إلى يعني خنق الحريات في العراق رغم التصريح العلني للمسؤولين بأنهم لا يخشون من أحد وأنهم فاسدون، وكذلك رغم الدعم الدولي لحكومات ما بعد الاحتلال التي بسبب هذا الدعم استطاعت أن تطغى على العراقيين؟ فلماذا تسعى إلى إخراج هذا القانون لتضييق الحريات وتكميم الأفواه في العراق؟ معنا اتصال. طيب معنا السيد عداي من بغداد، تفضل يا عداي.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذي العزيز، شخبارك؟ حياك الله، أهلا وسهلا أستاذي العزيز. إذا بمزحنا، أنا مشكلتي على البطاقة السكن. طيب تفضل، شنو مشكلتك؟ أنا من الرضوانية الغربية النصر السلام. نعم. أبو غريب. نعم. أداي بس قبل تكمل لو سمحت نص صوت التلفزيون، اسمعني بس من التليفون. نعم أستاذ، رحت إلى شارع السعدون ذاك الصوب. نعم. رحت وخذيت تأييد سكن من خانداري. نعم. بالقضاء أبو غريب. رحت غادي دقوني حاسب وقالوا لي نازح. طيب. يا وإذا نازح، أنا رديت الديرتي وعندي كتاب عودة. هذا الكتاب العودة. طيب. قال لا ما نمشي عليه. إن أنت ما يلغون الملف مالت النازحين يلا. يا وين تلغون الملف مالت النازحين؟ الناس سنتين ثلاثة أربعة. طيب. هذا الحل الثاني، شنو المشكلة مالتنا؟ يعني مطوك بطاقة سكن لأن أنت نازح؟ إي نعم أستاذ، كيف أنا عندي نازح وكنت ورديت ويقول لا مالتهم، اسمي مثبت بالحاسبة إني نازح. طيب وشنو المشكلة إذا أنت نازح يعني؟ أنت ما عندك مكان، ما عندك عنوان سكن ثابت بالعراق موجود في منطقتك؟ نعم. عندك عنوان ثابت يعني عنوان ترجع له إذا أنت نازح، رجعت إلى عنوان معين ثابت موجود مقيد بالدولة؟ إي نعم أستاذي. وين المشكلة العاد؟ ليش دا يرفضون؟ شنو شو يريدون منك؟ وعندي تأييد سكن همين إني بنفس المنطقة نزحت منها ورديت بيها. طيب شو يريدون منك حتى يعطوك الورقه؟ استاذي بس هم معصبين الشغله، كيف انت كنت نازح وهاي كيف نازح كنت؟ طيب يعني هو موظف دوله من دا تساله انه اني يقول لك مثلا انت نازح، ما يقول لك شنو الحل؟ ما يقول لك شنو عليك تسوي؟ مثلا جيب لنا الورقه الفلانيه، ادفع المبلغ الفلاني، شنو الحلول اللي اعطوك اياها؟ استاذ الهاجي قال لي روح لف راسك ونام. ها استاذي؟ طيب. قلت لهم يابا شلون الف راسي وانام؟ يقول لي هاي هاي ظلت يم الوزير، انت مع ابو الوزير ابو النازحين، يقول له يجي القرار طلع من النازحين بطايق سكن طلعوا لهم، ما يقول لي نحن ما نطلع. طيب سيد عداي الموضوع انت بس لو يشمل النازحين اللي وياك؟ استاذي اكو هنا من منطقتي هالشكل، مو بس انا، احنا نعاني من هذه لان البطاقة السكن مهمة استاذي، ما تقدر لا تسوي معاملة لا هاي، كل شيء ما طلع لراس برعاية اجتماعية. نعم. جانب واحد ها استاذي؟ نعم. خلال المستشفيات قال لي بطاقة السكن وين مالتك يا عدي؟ قلت له والله ما عندي. قال لي ما يصير لك تروح، ورفض اسمي لان هاي الحالة شلون، وهسه انا قاعد اراقب على هذا الموضوع. نعم. طيب سيد عداي انا اي تفضل اذا عندك شيء كمل بعد. نعم سيدي، انا صاحب عوائل. نعم. صاحب عوائل لازم ادور لي عيشة من وراء. صحيح حقك. ادور لي راتب على مثل بطاقة السكن. نعم. واحنا مدى نفهم شنو موضوع انه انت ما يعطوك بطاقة سكن لان انت نازح. طيب انت نازح، الموضوع مجبر عليه، مكره عليه، ليش دي يعقدون الموضوع؟ سؤال النازح ان الوزير النازحين. طيب. الو. اسمعك. الو استاذ محمد. اسمعك يا عداي. استاذي احنا كيف نزحنا؟ انا لو نازح خارج المنطقة أو خارج العراق لهم حق علينا، بس أنا نزحت من نفس القضاء. نعم نفس القضاء، من قضاء أبو من رضواني الغربية النصر والسلام نزحت إلى أبو غريب النصر والسلام. نعم. وفترة معينة نزحت 7 أشهر مثل 8 أشهر من سبب الفيضان ورديت. سبب الفيضان. نعم. استاذي وإحنا هذا على البطاقة احنا نعاني جدا جدا لان يخلي يسوون لنا حل عليها. نعم. سيد عداي صوتك وصل، انا اشكرك، موضوعك عرفنا وفهمنا ونتمنى هذا الصوت يوصل للمعنيين. مشكله تعقدت على امر بسيط،
والرجل يعني نزح مضطر بسبب الفيضان ويريد يرجع إلى بيته وعنده الأوراق الثبوتية لتأكد أنه هو نزح من هذا المكان إلى مكان آخر ويريد يرجع لبيته المكان هو وعائلته. طبعا الموضوع معقد من قبل الأطراف الحكومية وهذا موضوع البيروقراطية والروتين المهلك للمواطن العراقي اللي بلا فائدة حقيقة اللي يتبع في كافة مفاصل الدولة العراقية منها للابتزاز ومنها أمور تعقيدية حقيقة حتى المواطن حتى الموظف نفسه ما يفهم هو ايش يسوي فتعقيد على أمور يعني الرجل الآن ما يقدر يرجع لمنطقته وما يقدر يحظى على بطاقة سكن مثل أي مواطن آخر بسبب أنه هو كون العذر أو السبب أن تنازح يعني شنو تنازح ذنب أو جريمة. طيب عبد المحمود من ميسان تفضل. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخوي. والله ملينا من هذه الميليشيات من هالأقزام هذه وكل هالأقزام المتورطة بجرائم حرب ضد الأبرياء يعني ضد النازحين الأبرياء ليس لهم لا ذنب أعني وإلا جرائم وحشية ارتكبتها هذه الأقزام وقادتها تماما. طيب لا ذنب التأجيل اللي قامت به كل هذه الأقزام هذه سواء في كل المحافظات يعني جل ولا حتى وصولا لقتل المتظاهرين من انطلاق الثورة ولحد الآن كانت هذه الجرائم وهذه الإبادة بحق المتظاهرين مثل ما هي الإبادة ضد المهجرين في المحافظات الغربية والموصل وتكريت وزيادة فهذول ساووا دم دماء بريئة من أهل في الطائفة السنية وفي الشيعة جل هذه أكثرها دماء بريئة والتي قامت بها هذه الأقدام هذه الأقدام اللاحظة ولا دوان منها أي والله هي وقادتها وأولها الحج الشعبي هذه الميليشيا المجرمة هذه الميليشيا الله وكيلك أكثر عناصرها طاقة العيان والمسادة أي والله أخوي جلسانيا هم يدون يجعلون العراق جزء من إيران مشان جرائمهم هؤلاء مشان جرائم هذه الوحشية لكل واحد يقول لي هذه الميليشيات هذه الأقدام أن تجعل العراق بلدا كاملا جزءا من إيران يعني إحنا هل ننسى جرائمهم هذه كل هذه الميليشيات كلها حتى الجيش الحكومي هذا بأكثر عناصره العسكريين منهم مفسدين مثل الميليشيات هذه يا أخوي جل مثلا هناك المساجين بالعشرات أكثرهم أبرياء وعلى يد هذه الأقزام الوحشية المجرمة هذه. سيد عبد المحمود وصلت فكرتك أنا أشكرك وعليكم السلام شكرا جزيلا. نكمل مشاهدينا الكرام بموضوع قانون الجرائم المعلوماتية اللي يسعى البرلمان في بغداد للتصويت عليه. هذا القانون المسودة كان وافق عليها نور المالكي في عام 2011 رئاسة الوزراء وافقت عليها على مسودة هذا القانون ويعني تمت القراءة الأولى في عام 2019 من قبل البرلمان والآن هناك حديث حكومي برلماني بأنه سيتم التصويت على هذا القانون. طيب ما هي البنود في هذا القانون؟ دعونا نقرأ لحضراتكم ماذا نشرت منظمة Human Rights Watch في التقرير اللي خرجت به تتكلم وتنتقد هذا القانون وكذلك منظمة العفو الدولية. لكن نقرأ جزء من القانون أو مواد القانون الذي تسعى حكومة أو البرلمان إلى التصويت عليه. المادة الثالثة في هذا القانون تقول بأنه عقوبة مدة أو عقوبة المؤبد وغرامة كبيرة على كل من استخدم عمدا أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا أو الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال. هاي الفقرة ما تنطبق على زعماء وقادة الميليشيات والأحزاب والسياسيين الموجودين في العراق حاليا؟ ألم تخرج تصريحات من هؤلاء علنا بأنهم أنصار إيران أو أنصار الجهة الفلانية أو أنهم
يعطون الولاء التام إلى هذه الدولة، مو قاموا بالاشتراك أو التفاوض أو روجوا أو تعاقدوا أو تعاملوا مع جهات دمرت العراق؟ مو لغاية هذه اللحظة يتفاخرون بدعم إيران لهم؟ مو لغاية هذه اللحظة يعايرون بعضهم بالتدخلات الخارجية والانتماءات وغيرها؟ طيب ما تنطبق عليهم هاي المادة قبل لا تنطبق على من يتفاعل على منصات إلكترونية فقط؟ ليش ما نشوف تطبيق هذه الأحكام على هؤلاء السياسيين قبل أن تطبق على المواطن العراقي؟ معنا السيد أبو عبيدة من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا. مناقشتك حلوة وشيقة وسلسة، الله يسلمك. بس أنه البرلمانيين أنه دا يصوتون على أمور نعم هم في غنى عنها، خلي يصلحون حالهم بعدين يجون يصلحون الشعب. نعم، هذه وحدة. اثنين يا أخي العزيز، قبل بزمن نظام البائد اللي يقولون عنه صدام حسين الميت ينقل الله يرحمك. طيب زين، صدام حسين كان يوفر بالبطائق التموينية كافة الإجراءات حتى أدوات الحلاقة، أجبان دجاج ينطي للفقراء، هسه عم يأخذون من الفقراء. طيب زين، هذا يحكون انه على 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 الرواتب، يحكون على الغير، خلي يشوفون هذول الشريحة الواقع المتقاعدين. يعني اكو ناس عندهم مال فروقاتهم، عندهم مال ابائهم متوفين، خلي يصرفون وياها، قصة العالم من الجوع. نعم، يعني هم يدورون سيولة من الداخل، من التجار ومن غير. يوم ما يدعمونها بتاع إيران ذول الميليشيات، وما ميليشيات يدعمونها بفلوس من عندهم، من عندهم. زين، هاي الفلوس ما لها وين راح؟ كلها بيد الأحزاب. نعم، بيد الأحزاب كلها. زين، أنت يا مصطفى الكاظمي ما قاعد تضحك على شعبك، ما قاعد تشوف كذا شلون هالناس هاي واقعة. يعني هذا البطاقة التموينية قاعد يعطونك الطحينات، والطحينات همنا منتهية مفعولها. العالم قاعد تشتري مشترى، هذا ما عنده شلون. نعم، هاي فطست وقعت. هم يدعحتوني من أسعي الجسر 57 يوم أكل راس الواتب لحد لما انطوم الموظفين. السوق قام يفعلون بالدولار ماله ليه شيء. نعم، يعني أبسط دليل هذا عندك الشريحة الميتة المتقاعدين دعي فحاتمونهم على 500 وعلى 400، وأكو ناس صاحبين أيتام على 150 وهم مقطوعة منهم، هم دعي يقطعون منهم أكثر وأكثر وغير. يا أخي عزيز والله، يعني في حين أنه البرلماني بعد مدة بعد دورة البرلمانية 4 سنوات يطلع عنده تقاعد. نعم. طيب طلع وعنده تقاعد، إيش قدم للمجتمع؟ نعم، ما قدم كل شيء. على أي أساس يأخذ التقاعد إذن؟ على أي أساس يحصل على راتب تقاعدي؟ هسه عمو متناقصين، تعال ليش احنا رواتبنا يدور رواتب ولا تحكي بالدفاتر؟ ما يفكرون انه الغير حصلت 500,000، هاي 500,000 قاعد يزكون عبالك عليهم والزكاة. يعني ما يصير الوضعية هذه، هم متناسين ولا شنو؟ أنا سلمت راتبي لو ما سلمت. ذاك اليوم طلعوا أحد المسؤولين طلع عنده مليارين وما أدري إيش قد، بس لا 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 لا. هاي ما نهاية الخدمة ماتوا. نعم. النقطة الخاصة هاي ما نهاية الخدمة، ما الفروقات وغيرها. أنا أشكرك جدا. أنا أشكرك سيد أبو عبيدة من الموصل، ويانا السيد أبو حسن من بغداد. تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الله يرضى عليك يا ابو. الله يسلمك. طبعا اخي هم جايين لبلاد العراق واهانته وجعله العوه بيديهم. نعم. وما يكون الى رايي، يعني هسه دمن هسه نايك على اي شيء المتظاهرين المين دي ينادون دي حقوق العراقيين كافه. نعم. يعني جاي بدل دمه وممكن يموت وممكن ان ينجرح وممكن يتعوق وممكن يتعذب وممكن يذبوه بالسجن وممكن يسوون به شغلات وبعائلتك اشياء. نعم. هاي تكميم الافواه، يعني ما يعني شنو معناته؟ معناته يجون العراقي يجي حش العراقيين، يعني مثل الذليل ما يتكلم عن حقه. هم يريدون الشعب هذا يكون بهالمعنى هذا، يعني يريدون يقررون قانون هسه انه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وغيرها والانستغرام وهالمواقع ما تقدر تتكلم وتنتقد النظام، لان هم حاطين لك فقرات بكل بند من بنود المواد اللي هم جايبيها حاطيها بهذا القانون
تقيدك وتكمم فاهك. طيب شلون يقدر المواطن يعبر عن رأيه وهو عنده وفق الدستور مالتهم حق بمادة من مواد الدستور حق التعبير عن الرأي وحرية التعبير وحق التظاهر؟ طيب وين هاي الحقوق وين الحريات إذا دا تطلعون بقانون يقيد ويكمم الأفواه؟ أخي محمد هذا القانون انعمل مصلحتهم الخاصة حسب أجندات الخارج يعني يعني الشيء ما يعجبه ما يصوت عليه، اللي عجبه واللي يفيده يفيد يعني أمور المادية أو المكان اللي ينتمي إليه يفيده. بس الشعب العراقي لا ما لهم دا يعني داعي بين يفكرون بالعراقيين لأن هم جايين يعني عملاء، كلهم عملاء، أي واحد بيهم عميل يعني تصور المتظاهرين ديك معهم واللي لزموه يأذوه واللي صوبوه يعني أكو جرائم يعني هاي تصير من ضمن جرائم الحرب. وين المجتمع الدولي يعني هاي حقوق وواجبات الدولة لازم تمشي على فتشي نمط يخدم العراقي. بس هم جايين لتدمير هيئة العراق يعني أنا ناهيك على شغل يعني الآثار العراق هو بلد حضاري يعني حضارة احنا عندنا ما جايين من غير كوكب، دمروا الحضارة والآثار وسرقوا ما سرقوا قتلوا ما قتلوا وسووا طائفية يعني هاي حد طائفية هي حد يعني عالمي بأن هذا حرب إعلان حرب على الشعب. بس طيب. هم أمريكا ساندتهم أخي، هم أمريكا ساندتهم بأعمالهم هاي اللي يسيء للبلد. يعني عراق تاريخ يعني طيب. لما انشاء قبل احنا شلنا شباب تحملني مخالف أخوي محمد العراق كان يجون بي أجانب أنا شفتهم بعيني يجون على الحضارة مالتنا يشوفوا شنو البناء شنو يعني متجولين هسه ما حد يجي صار بلد طيب. أسوأ بلد بالعالم. سيد أبو حسن أنا يعني أشكرك حتى لا نتوسع بالفكرة، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا حسن من الموصل، تفضل يا حسن. حسن من الموصل موجود؟ حسن ما موجود. طيب نكمل ببنود هذا القانون. ضمن المواد، المادة السادسة نصت على السجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة لكل من استخدم أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات بغرض إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن أو النظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلاد أو نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بهدف إضعاف الثقة بالنظام المالي الإلكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الإلكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة. بدوها المادة السادسة طويلة طبعا تفاصيل بها كثيرة، بدوها بفرض غرامة مالية وعقوبة السجن المؤبد لمن يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو الفتن أو تكدير الأمن. يعني طلعوا من النعرات المذهبية والطائفية والفتن دخلوا إلى الأمن، طلعوا من الأمن دخلوا إلى الاقتصاد في فقرة واحدة في مادة واحدة. بخلاف موضوع إثارة الفتن وهو أمر يتفق عليه الكثيرون أنه مرفوض ويجب أن لا يحدث أو يثار، لكن موضوع تكدير الأمن أو النظام العام أو الإساءة إلى سمعة البلد، ماذا بقي لسمعة العراق؟ ما الذي بقي من سمعة العراق كدولة محترمة بين دول العالم؟ ما الذي بقي لسمعة جواز السفر العراقي وهو اليوم مرة أخرى في تصنيف جديد يتذيل قائمة ترتيب جوازات سفر العالم يسمح لصاحبه بدخول 4 دول فقط؟ ما الذي بقي من هيبة العراق كدولة؟ ما الذي بقي من كرامة المواطن العراقي وسمعته في الخارج؟ يهان ويذل أمام سفارة بلده قبل أن يهان ويذل أمام أي مؤسسة حكومية في الدولة التي يقطن فيها. هل بقي للعراق سمعة بين بلدان العالم لتحترم أو تنظر هذه الدول المحيطة بنا ودول العالم إلى العراق بنظرة محترمة؟ لماذا الآن ينتقد أو يحاكم أو تسعى الحكومة إلى فرض هذه العقوبات القاسية على مواطن ينتقد البلد أو النظام الأمني أو المالي أو الاقتصادي في العراق، في حين المسؤولون الذين سيصوتون على هذا القانون لم يحترموا أصلاً لا سمعة البلد ولا النظام العام ولا احترموا الأمن ولا يحترمون النظام الاقتصادي أو المالي أو ما إلى ذلك من هذه الفقرات المذكورة بالقانون أو بالمادة؟ إذن من يضع القانون أو من يسعى لتمرير هذا القانون هو أصلا مخالف لفقرات هذه القانون بكثير من الأمور. اللي دي يصوتون عليهم أصلا مخالفين بسياساتهم وبتوجهاتهم
والجميع يعلم أنه من أساء للاقتصاد العراقي هي حكومات ما بعد الاحتلال، ومن أساء للنظام الأمن العراقي هي حكومات ما بعد الاحتلال. وشفتوا المقطع اللي في البصرة واللي حنشوفها بعد شوية أيضا، كيف يتم الاعتداء على رجال أمن في البصرة، رجال مرور، من قبل أشخاص مواطنين. لم يبقى للدولة أي هيبة، ولم تبقى للأجهزة الأمنية أي احترام أو هيبة، لأنها بيدها أفسدت كل هذه الأمور، خربت السمعة وكرهت المواطن العراقي بهذه المؤسسات الحكومية. خلونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود مشاهدينا الكرام. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بإمكانكم طبعا أن تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا أو من خلال خدمة الواتساب للمشاركة حول موضوعنا لهذا اليوم، هو مساعي البرلمان في العراق للتصويت على وتمرير قانون الجرائم المعلوماتية اللي سيتيح للحكومة التصرف كما تريد مع المواطن العراقي الذي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويعبر عن رأيه، وهناك عقوبات قاسية جدا وضعتها الحكومة في هذا القانون، في بنود هذا القانون ومواده، والتي بإمكانها أو تمكن السلطة من اتباع أقصى الأساليب بالتعامل مع المواطن على أقل منشور قد يعارض توجهات أو سياسات هذه السلطة. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كان من المفترض يعني نعم أنه التغيير اللي حصل بعد 9/4/2003 نعم وتحت ما يسمى بالحرية والديمقراطية نعم الحرية في كل شيء لا أن تصبح فوضى. وكثير من الناس يعني يخلط ما بين مفهوم الحرية والديمقراطية. نعم الحرية هي أن تقول شيء وتتصرف شيء بدون رقيبة وبدون محاسبة. نعم ولكن طبعا ضمن حدود المعقول. نعم. والديمقراطية هو حكم الأغلبية من الشعب. نعم احنا الآن لا عندنا حكم الأغلبية من الشعب ولا عندنا حرية التعبير عن الرأي. طيب يعني وصلت بيهم انه يراقب بحثك وتراقب الأجهزة اللي تتصل بيها مثل التليفون النقال وغيره. نعم وحتى لو كان تليفون عرضي. طيب او تطلع بلقاء مثلا في قناة معينة تعبر عن رأيك في قضية ما. هذا انتو اساسا طبعا ليش سويتوا هاي حرية الرأي المفترضة يعني. طيب. تقولون حرية الرأي والمواطن يعبر عن رأيه في اي قضية دون حسيب او رقيب خاصة اذا كان ضمن حدود المعقول وضمن حدود الواقع والادب ايضا. نعم. هنا تجي الأجهزة القمعية يتبعون تليفونك يتبعون رقمك كذا يعني وتوصل إلى حد مرات الاعتقال أو التنكيل أو التعذيب أو ربما حتى إلى القتل والاغتيال. طيب طيب شنو شبق المواطن مما تنشر الحكومة والأحزاب بأنه حرية التعبير عن الرأي. نعم أنا الآن من حقي أن أقول رأي في قضية معينة خاصة إذا قضية رأي عام وتهم عموم الشعب. نعم يعني مثل تأخير الرواتب، مثل المجاعة، مثل البطالة، مثل عدم التعيين، مثل كثير من الأمور. طيب أنتوا الآن تقولون في زمن أو هم يقولون يعني القصد في زمن النظام السابق كانت تكمم الأفواه. طيب طيب ما أنتوا تكمم الأفواه يعني شنو الفارق؟ ليش تنهون عن شيء
وتفعلون نفس الشيء. سيد ابو زينب عندي سؤال، عندي سؤال لو سمحت. سيد ابو زينب ليش بس اسمح لي سيد ابو زينب تسمعني تسمعني وارجع معاه الى الحوار، ارجع معاه الى النقاش واسحب الحجه بالحجه. تسمعني يا ابو زينب؟ ابو زينب، ابو زينب، السيد ابو زينب. نعم نعم اسمعك. طيب سيد ابو زينب، السؤال هو ليش لا تسعى هاي الحكومه والبرلمان الى تمرير هذا القانون في الوقت اللي هم بيطلعون على شاشات التلفاز على المنصات الاعلاميه يجاهرون بفسادهم، يجاهرون بالصفقات الفاسده، واحد يعير الثاني بصفقه فاسده سواها او ارتكب جريمه او انتهاك، وكذلك عندهم دعم دولي، دعم دولي مطيهم الضوء الاخضر لتدمير العراق وسرقه ثرواته وتجويع الشعب. ليش خايفين من المجتمع العراقي او ليش خايفين من اللي دا يطلعون ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي؟ شنو خوفهم والدولة كلها بيدهم وهناك دعم دولي لهم؟ مؤولا هناك البيت الشعر العربي القديم يقول اذا كل امر ولم تستحي فاصنع ما تشاء. هذول ما يستحون، لا هم ولا احزابهم ولا افكارهم ولا وثم من هم افكار، يعني صاحب الحزب لازم يكون عنده فد افكار بنائية للمجتمع وتقديم ما هو الافضل للناس. نعم. انت ان تتسلط على رقاب الناس في سبيل فقط ان تسودهم مثل ما قال معاوية، ما جئتكم لامنعكم عن الصوم والصلاة ولكن لأتأمر عليكم. طيب هي مو مسألة قهرية ومسألة قسرية، أنه تابع ومتبوع ورأس وذنب، والقائد يجب أن يطاع رغم كل مساوئه، والشعب المسحوق يجب أن يذعن للذل والإذلال والتجويع. ليش أقسم الثروات بشكل عادل؟ طيب وأعطي كل ذي حق حقه. ما راح يصير حتى رأي منافي لسلطة الدولة أو لسياسة الدولة ما راح يكون رأي مغاير. أنت أنطيني حقي، أنا لا أحكي عليك ولا أطلع ضدك ولا أنتقد أي حالة. هو ليش يطلع الإنسان يثور أو يظاهر أو ينطي رأي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات الفضائية أو غيرها؟ يعني هاي برامج استطلاع الرأي. غير يحس بغبن، يعني واحد ياخذ مليون دولار بالشهر وواحد ياخذ 50,000 دينار متعادل 40 دولار. يعني كفر، حتى بالقرآن يقول تلك إذن قسمة ضيزى. المناصب هاي العليا يجب أن تكون مناصب اعتبارية وليست مناصب ربحية بشكل فاحش. طيب أنا أشكرك. نعم وصلت فكرتك يا أبو زينب، أعتذر عندنا ناس ينتظرون. أشكرك للمشاركة. سلامة من الموصل، تفضل يا سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي على هاي الحكومة العراقية. نعم. احترامي لك وللمشاهدين، حكومة فاشلة. يعني انسان حياتنا لا أعمار لا خدمات لا كل شيء، يعني حياة جحيم. نعم. يعني ما نعرف يعني وين نضوج، يعني نقول حسبي الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة الفاشلة. نعم. يعني ما احترينا، يعني احترينا بهذا وضعيتنا وبهاي عيشتنا وبهاي حالتنا، يعني ما اعرف يعني شنو الحل بهاي الحكومه. مع احترامي واعتذاري لقناه الرافدين وللمشاهدين الكرام. الله يسلمك. يعني حكومه فاشله. نعم. طيب يعني برايك شنو رايك سيد سلام باللي دي يصير هسه البرلمان دي يسعى للتصويت على قانون يقيد حريه التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي اسمه الجرائم المعلوماتيه؟ يعني اللي دي يطلع هسه ينشر ينتقد النظام باكر عقبه اذا قروا القانون قد تطبق عليه عقوبه تصل للمؤبد وغرامه ماليه كبيره بالدولار. يعني شلون برايك انت دي تشوف هذا القانون اللي تسعى السلطة لإقراره؟ والله يا أخوي العزيز الحكومة أصلا هي مو حكومة. حكومة، الله شاهد حكومة، يعني الأطفال نايمة بالشوارع ونايمة بالقيم. يعني هذه هي حكومة. العالم هاي الحكومة هاي بس تبوق تملي جيبها وتطلع من الحكومة.
أربع سنين البرلمان ولا كائن من يكون أي كائن من يكون في الحكومة. نعم. عمم أفندي كائن من يكون يملي جيبه فلوس وتروح على الأبرياء والضحايا والهاي القتلى على يا سبب فهمني يا أخي العزيز فهمني. نعم. على يا سبب بس كلها تسرق دم العراقيين يعني ماكو أي سبب. نعم. بس جاي يملي جيبه فلوس ويطلع بعد أربع سنين يمشي ويقفلها كم ها هي تجر يجي الآخر همين ونوقع على هذا الحالة لما نموت حسبي الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الظالمة. أنا أشكرك يا سيد سلامة من الموصل شكرا للمشاركة. قبل شوية تكلمنا عن المادة السادسة بالقانون قانون الجرائم المعلوماتية اللي يسعى البرلمان لإقرار التصويت عليه. تكلمنا أن هناك عقوبة المؤبد في هذه الفقرة وفي هذه المادة المادة السادسة عقوبة المؤبد موجودة لكن إيش قد الغرامة المالية؟ الدولة أقرت في هذا القانون في هذه المادة تحديدا الغرامة المالية بين 25 مليون و 50 مليون دينار عراقي يعني بين 21 ألف و 42 ألف دولار أمريكي. من يجيب المواطن العراقي؟ هل تسعى السلطة بهذا القانون لجمع الأموال من العراقيين مثلا حتى تعوض الفشل الاقتصادي اللي أدخلت العراق به؟ فارض هذه الغرامات المالية الضخمة. طيب وين هذه الغرامات المالية اللي تفرض على المسؤولين اللي يتمتعون بثروات العراق بشكل باطل؟ ليش ما يقر قانون لسحب وتجميد أرصدة المسؤولين الفاسدين؟ ليش ما يطلع قانون لإعادة أموال العراق المسروقة والمنهوبة؟ ليش ما يطلع قانون لمحاسبة المسؤول الذي اختلس أو سرق أو ارتشى أو يعني ارتكب أي مفسدة تخص المال العام وتخص الاقتصاد العراقي؟ ليش غرامات مالية تكسر الظهر تفرض على مواطن عراقي عبر عن رأيه؟ وليش ماكو أي غرامة أو أي عقوبة تمس المسؤول اللي يتمتع بمليارات الدولارات الأمريكية اللي سرقها بصفقات فساد واللي سرقها من خزينة الدولة العراقية واللي سرق بيها قوت المواطن العراقي البسيط وهو الآن يتمتع بهذه المليارات وفي المقابل المواطن العراقي البسيط يبحث في النفايات عن طعام؟ تقول جنين هنس بلازخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن نسبة الفقر أو من هم تحت خط الفقر في العراق ستصل إلى 40% والأرقام الحكومية تتكلم عن 50% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر. هاي النسبة اللي موجودة بالعراق. طيب المادة 22 في القانون تنص على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن 2 مليون دينار يعني 1700 دولار أمريكي ولا تزيد عن 5 ملايين دينار يعني 4200 دولار لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صور تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات دون الخوض في توضيح هذه التسمية أو هذه التسميات. يعني وكأن المشروع تعمد إبهامها بامتياز كما تقول منظمة العفو الدولية. هذا بالتقرير الذي خرجت به منظمة العفو الدولية تتحدث به عن هذه المادة. مادة مبهمة من المواد الأخرى الموجودة غير معروفة غير واضحة اللي يقراها ما يفهم شو تريد وبالتالي تفصل على صاحبها أو على الشخص اللي تريد الحكومة تعاقبه تفصيل معين وبعد ذلك ينطبق القانون ويمشي عليه لأن الفقرة غير واضحة. طيب شو تقول منظمة Human Rights Watch عن هذا القانون؟ تقول إن قانون جرائم المعلوماتية أو الجرائم المعلوماتية المقترح يعد جزءا من نمط أوسع من القيود على الحريات الأساسية في العراق وبخاصة حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع. طبعا كما قلنا في 2011 وافق رئاسة الوزراء على مسودة هذا القانون. طبعا حرية التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي والذي يحتوي على أحكام تجرم التعبير السلمي بعقوبات تصل إلى السجن ل10 سنوات. هذا الموضوع خرج بتقرير طبعا عن طريق منظمة Human Rights Watch انتقدته وهناك انتقاد واسع حقيقة من المنظمات الدولية لسوء هذا القانون ومع هذا تسير حكومة بغداد أو برلمان بغداد بالإقرار أو محاولة التصويت على هذا القانون. ويانا صباح من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة
البرلمان وهاي القوانين اللي جاي شرحها، هي طبعا ماكو قانون يصب بمصلحة المواطن العراقي، لكن مضرته ما يريدون أحد بهذا قانونهم الجديد، ما يريدون أحد ينتقدهم، هم جموا بالديمقراطية والحرية ويدعون دعاة بناء دولة. لكن بالمقابل ما يريدون أحد يحكي عليهم بالفيس وينتقدهم أو يطلع بالإعلام أو القنوات اللي معارضة لسياستهم يطلع يحكي عليهم، أو حتى القنوات الباقي العربية أو الجزيرة أو كل القنوات ما يريدون أحد يحكي على الحكومة وينتقدها. وحتى التظاهر السلمي ما يريدون أي مواطن عراقي يظاهر بالضد منهم، لازم يخلون قانون مثل قانون تجريم حزب البعث وأي أي تنظيمات أو حزب البعث السابقين يوصل للحكم للإعدام لعشرين سنة. أيضا هاي اللي الناس اللي تنتقدهم والمعارضين لهم واللي يطلعون فضائحهم وفسادهم وينشرون على تويتر أو على الفيس أو بالقنوات ما يريدون أحد يحكي إنه حتى اللي يريد ينتقدهم لازم يخلون قانون يعاقبونه به. هم هيش هاي الديمقراطية مع الحزب الدعوة والأحزاب الإسلامية اللي لفتنا بعد 2003. فرئيس الوزراء والبرلمان واللجنة التشريعية للقوانين اللي سنوها من 2003 ولحد الآن من ننظر لها ما نشوف أي قانون مصلحة المواطن العراقي، مثلاً يعني تقديم خدمات إلى تقديم مبالغ مالية، توزيع قطع أراضي، حتى العفو العام للمساجين يعني بعدوه. ليش؟ لأن بيه شغلة طائفية، فما يريد يعطون عفو وتنشمل أكبر مكون. طيب، ينشمل بالعفو. سيد صباح، سؤال يعني لو سمحت إذا تسمعني، سؤال بخصوص موضوع قانون الجرائم المعلوماتية. طبعا منصات التواصل الاجتماعي مليانة بكل شيء، اللي يعبر عن رأيه بأي وسيلة بإمكانه يعبر، والموضوع بسيط. لكن بالنسبة نتكلم عن مثلا السياسيين اللي يطلعون على القنوات الفضائية يهاجمون بعض ويفضحون بعض، طيب هذا مو بي تنكيل، هذا مو بي سب وقذف بيناتهم يكون، هذا مو بي فضح واعتراف وهو سيد الأدلة وفق القانون انه هذا دا يعترف انه أنا بقت او أنا سرقت او ارتشيت او فلان سرق وارتشى. وين هاي القوانين اللي يحاول البرلمان وضعها عن هاي النماذج اللي تطلع علانية تصرح انه سوى جرت اذن، انه باق وارتشى، انه حرق وافسد، وبعدين وين القانون عن ذوله؟ سعد محمد، بالنسبة لهذا القانون مثل من يطلع مشعان الجهوري ويعري لك الحكومة والفساد ويطلع صالح المطلق وغيره وكل السياسيين السنة والشيعة ناس تطعن بناس، ذولي عندهم حصانة ومحميين من قبل اما حزب ظهرهم او ميليشيات تحميهم من هيج قوانين. لكن هذا القانون اللي أقره بالبرلمان على منه راح يطبق؟ راح يطبق على الإنسان العراقي البسيط اللي جاي يعبر عن حريته سواء بالتظاهر أو على مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل أي يلجمون الناس ويخوفون الناس ويردعون الناس. أما السياسيين من يطلعون شابندر وغيره ويطلعون الفضائح بالمليارات الدولارات عليهم، هذا القانون ما راح يشمله، لأن هذا تابع عما الحزب دعوة أو مجلس أعلى أو صدريين أو تيار أو عصائب أو غيره. فهذا القانون بالطبع ما راح يقدر يمس هذا السياسي اللي جاي يحكي براحته يقول لك إحنا حرامية وإحنا فاسدين وإحنا سرقنا وإحنا ما بنينا وإحنا عايشين بالبنايات والجسور المستشفيات اللي بناها صدام حسين، ويطلعون يحكون بحرية. أما المواطن العراقي لا، المواطن العراقي يحكم مادة 10 سنوات أو 15 سنة أو 5 سنوات. وشوف هسه أكو يعني جاي يتابعون هذا الفيس وتويتر أي شخص بالداخل وينشر عليهم بقوة، صدقني استاذ الأمن الوطني والميليشيات إلى بالمرصاد. أما السياسيين محمين سياسيين، يعني هم جزء من هذا التشريع القانون اللي هم محامين فيسهم بي وحصانة بعضهم عندهم. أما طيب، المواطن العراقي لا، حتى لو ينحكم ما حد يدير لبعض. سؤال بخصوص موضوع العقوبات اللي مفروضة بهاي المواد اللي حاطيها بهذا القانون والعقوبات المالية، يعني يحطون مواد بيها مثلا المادة السادسة بيها غرامة مالية توصل إلى 50 مليون دينار عراقي، منو عند هذا المبلغ مثلا إذا تكلمنا عن فئة من محدودي الدخل الموجودين بالعراق اللي حب يعبر عن رأيه بساعة غضب وانتقد نظام أو انتقد فساد موجود بالعراق، هذا الشخص اللي هو أصلا طالع من مأساة ده ينتقد لأنه هو مثلا ما عنده وظيفة وفرضوا عليه غرامة 50 مليون دينار، من يجيب هذا؟ بالطبع هم هذا القانون جائر بحق المواطنين اللي راح يعبرون عن رأيهم، لكن هاي هم ثغرة للسياسيين من ترفع بالضد من عنده
من عنده دعوة قضائية لأن شهر بالحزب الفلاني أو شهر بالفساد السياسي الفلاني راح يخلوا له فقرة تحميه في سبيل يدفع فلوس وما يطول السجن. أما المواطن العراقي ما عنده هيك إمكانية يدفع هيك مبالغ هائلة، لأن المواطن العراقي اللي جاي يكتب هذا ضايم الضيم، سواء وظيفة ماكو أو عمل ماكو أو راتب ما عنده وراتبه يتأخر. فهذا ما لو عنده هيك مبالغ 50 مليون و60 مليون و10 ملايين حتى التظاهر ما يطلع، الناس طلعت من الجوع والضيم. فخلهم هاي فقرة أيضا تحمي الناس السياسيين اللي يحجون ويتهجمون الناس على ناس في سبيل يقول يلا يدفع غرامة وطلعوا. هم عندهم عادل 50 مليون سياسيين كل السنة والشيعة عندهم هيك إمكانية يدفعون من يتعرضون إلى دعوة قضائية، لكن المواطن العراقي ما عنده هيك إمكانية، إذن مصير السجن السجن وإبعاد عن كل أنا أشكرك سيد صباح من بغداد، شكرا للمشاركة. إبراهيم من الأنبار، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا بات من سقط. شلون؟ أبو إبراهيم من الأنبار عامل تلفزيوني. نعم. إحنا ناجحين صار سنة وكلنا رجعونا عيشة نعيش بها رعاية ما وريد رعاية عندنا متاجين بالسجون هم طعام ولا حول ولا قوة إلا بالله لا عيشة نقدر نعيش ما أعطونا شيء يعني يمنعونا شيء نعم تدعونا سيد إبراهيم أنا أشكرك من الأنبار، نتمنى صوتك يوصل ولو كان أكو مشكلة بالصوت، لكن الفكرة العامة وصلت، والله يكون بعون كل النازحين والمهجرين اللي ممنوعين من العودة إلى مناطقهم واللي صار لهم سنين مهجرين منها. فيما تبقى من لحظات نقرأ سريعا رسائل واردة. أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام يقول: العراق أمام هذه الأحزاب الخردة وهذه العملية السياسية الفاشلة اللقيطة، الاحتلال وأعوان الفاسدين هم اللي أوصلوا الوضع العام في العراق من سيء إلى أسوأ، والوضع معقد ويحتاج إلى وقفة شاملة وتضحيات كبيرة من كل الشعب العراقي. رسالة يقول: أرجو المشاركة، أنا من ليبيا، كل الهلا والمرحبا بكل الأشقاء العرب. تفضل اللي يحب يشارك. طبعا مشاهدينا كما قلنا الرسائل النصية موجودة في خدمة الواتساب. أم حمودي من الموصل تقول: اعتقلوا ابني 8/2017 وأخويا وياه أناشد الكاظمي والمنظمات الإنسانية، نطالب بالعفو العام باسم الإنسانية. نتمنى هذه الرسائل تصل لمن يهمه الأمر ولمن لديه القدرة على التدخل. قبل الختام مشاهدينا الكرام نذكر أن تردد قناة الرافدين الجديد 10727 على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى الختام، نلقاكم بإذن الله.